بداية يعني لو نحط ايدينا كده مع حضرتك على اهم مسببات الاسهال عند الاطفال في السنة الاولى من العمر لو بدأنا مثلا. هو دي فعلا اهم سنة في الاطفال، ودي سنة بخاف عليهم جدا لان بتبقى مناعتهم اوريدي ضعيفة. فبرضك عايز قبل ما اخش يمكن عشان المشاهدين بيحصل فيهم التباس شوية بين الاسهال وبين حاجات تانية شبه الاسهال. فانا بالنسبة للام كده ببساطة الاسهال المرضي اللي هو هيحتاج تدخل، هو بنعرفه احنا طبيا زياده في عدد المرات وسيوله وحجم البراز. انما لو حاجه لوحدها بس ممكن ما يبقاش اسهال خالص نهائي. يعني في امهات كتيره بتيجي في هلع ساعات تقول الطفل بيسهل 7 8 مرات في اليوم وبتبقى قلقانه جدا. لما يعني بتيجي نسال الام اسئله خفيفه كده بنعرف ان ده مش اسهال، بنسميه زياده في نشاط القولون. بيبقى عباره عن اسهال براز طري جدا شويه انما لونه ذهبي، والطفل الحاله العامه ممتازه، بياكل طبيعي، مفيش قيء، مفيش حراره، ودي بنسميها زياده في نشاط القولون فقط وليس اسهال مرضي. لو جينا لمنطقه الاسهال بقى، اسهال زي ما قلنا زياده في العدد او في السيوله بالنسبه لما هو الطفل متعود عليه قبل كده، بيعمل 3 مرات ابتدى يعمل 6 او 7، ابتدى الليونه بتاعته تزداد تبقى مياني خالص والحجم برضك كبير. ده ليه اسباب كتيره، من ضمن اهم الاسباب بنسميها الاسباب المعديه، والعاده دي ممكن تبقى جوه الجهاز الهضمي او خارج الجهاز الهضمي ساعات تسبب اسهال. اشهرها يعني انواع فيروسيه، ودي موجوده الايام دي بنسميها روتا فيروس او اسهال الروتا، وده بيبقى شديد شويه. في انواع كتيره من البكتيريا، اهمها حاجه اسمها اشريشيا كولاي بردك، دي بنعتبرها من الامراض الخطيره او بتسبب اسهال خطير في الاطفال. في بعض الطفيليات. معلش قبل ما نكمل يا دكتور، يعني البكتيريا دي مثلا او يعني عمو يعني ايه اللي ممكن يكون بيسببها؟ بتنتقل عن طريق يعني الاطفال بالذات اللي ما بيعتمدوش على رضاعه مطلقه في ال6 اشهر الاولانيه من العمر من الام، بيبقى غالبا نتيجه تلوث اثناء تحضير الطعام. غالبا نتيجه تلوث، وده بيورينا فائده الرضاعه الطبيعيه المطلقه في اول 6 شهور. في نوع تاني بقى، في نوع تاني من الاسهال بقى ملوش دعوه بالميكروبات خالص، وبيبقى شائع جدا عندنا خصوصا في المجتمع المصري نتيجه التغذيه الخاطئه. اهم حاجه في التغذيه ان بنقوله للام اللي بتقدر ترضع وصحتها كويسه بترضع اول 6 اشهر بدون اي دخول اي طعام غريب. ده فعلا تقيل جدا على الام المصريه او الجده، جده بالذات تقول لا انتوا كنتوا بتاكلوا، بتقول بناتهم يعني بتاكلوا من 4 اشهر 3 اشهر، بتيجي تدخلوا اكل غير مناسب ممكن يعمل نزلات معويه جامده. على سبيل المثال ممكن تلاقي من 4 5 اشهر ابتدوا يدوا لبن حيواني زي الزبادي، او يدوا حاجات فيها فايبرز، او يحطوا جلوكوز يعني سكريات كتيره في الاكل. كل ده بيسبب اسهال ومرضي وساعات يخش في جفاف. يعني المشكله هنا ما بتكونش انه الاكل فيه تلوث، الاكل مش نظيف، المشكله انه الاكل ده غير مناسب للمرحله العمريه في السن ده اللي هو فده يؤدي الى اسهال ونزله معويه. ونزله معويه وبيحتاجوا برضك تدخل بالسوائل ساعات، لان يعني جالي امهات ساعات بيدوا مانجا من 4 اشهر بتعمل اسهال شديد، او ملوخيه مثلا من 6 اشهر. ملوخيه دي طبعا يعني تقليد مصري عندنا. او اكل يعمل حساسيه اللي بنسميه الحاجات اللي فيها بروتينات حيوانيه، الزبادي، الجبن، لو دخلت قبل 6 اشهر والجهاز المناعي ما يقدرش يعني لا بيهضمها وكل حاجه، بس الجهاز المناعي بيتفاعل فيها بطريقه حساسيه بشكل سلبي، بشكل سلبي، فيبتدي يعمل اللي برضك حساسيه الجهاز الهضمي بتعمل اسهال جامد جدا، وساعات يبقى معاه دم ومخاط، وساعات يخش الطفل في انيميا من غير ام ما تاخد بالها، لانه ما بيبانش في البراز، يبقى كرات دم خفيفه، انما على المدى الطويل ممكن تعمل انيميا نقص حديد شديده جدا في الاطفال.